السلام عليكم. في واحد يعني انا ما كنسميش موضوع، ولكن كنسمي يعني اراء بعض المشجعين واراء بعض يعني العشاق للفريق الكاتالاني. يعني بمجرد يعني مجيء فليك ارتفع سقف المطالب وسقف الطموحات، بالاضافه الى ذلك ارتفعت يعني بعض الامنيات من بعض العشاق. يعني البعض ذهب إلى أبعد الحدود، ألا وهو الفوز بسداسية جديدة مع فليك. أخي وصحبك، أنت فليك سبيساليتي سداسيات، يعني هذا التفكير، هذا تفكير نمطي، تفكير يعني عشوائي. شوف، في البرسا كل شيء عشوائي، حتى الجماهير بعض المرات التفكير ديالها عشوائي، ولكن من حق الجمهور أن يحلم، ومن حق الجمهور أن يعني يرفع سقف الأمنيات والمطالب دياله، ولكن نهضروا شوية بعقلانية. يعني الفترة التي يمر بها البارسا فترة جد حرجة في تاريخ برشلونة، أرى تقريبا التاريخ تاع برشلونة كله ما فاتش واحد الوضعية يعني مالية صعبة كما هاد المرحلة هذه. فاتت أمور مالية صعبة، خصوصا يعني من 96 حتى 2003 كانت بعض الأمور يعني المالية الصعبة، وكانت يعني تغييرات متتالية، لا في المدربين، لا في اللاعبين، لا يعني في الاستراتيجيات، لا في الأسلوب، لا في يعني كل شيء تغير في واحد الوقيتة. ومع ذلك هذه الحالة التي نمر بها الآن هي أصعب فترة يعني مالية يمر بها النادي. علاش؟ بكري ما كانتش هذه المسائل المالية ضخمة، ما كانوش اللاعبين يسووا بزاف، ما كانوش يسووا أموال ضخمة، كانت تقدر تجيب يعني لاعبين بستة سبعة المليون، 10 15 20 على ريغور. يعني أغلى لاعب كانت بعد ذاك الوقت ألا وهو رونالدو البرازيلي، كان يلعب في برشلونة، مشى للانتر دو ميلون، مشى ب 50 قيل، وبعد قلب 53، كانت هذه أغلى صفقة في العالم. لهذا يعني الآن الأمور المالية هي من تتحكم بمصير كل شيء. فليك فعلا فاز بواحد السداسية، ولكن تاني كانت عنده تجارب أخرى فاشلة. أنا ما كنحكمش على فليك بالفشل في برشلونة، لا، لأنه يعني بعض التعليقات كتجيني كيقول لك أخي أنت كتقول. أنا لا أقول، أنا أعطيك وقائع، وأعطيك يعني أدلة، وأعطيك يعني إحداثيات، وأنت يعني جمع هذه المسائل كاملة وخرج بواحد الاستنتاج. انا هذه هي الفكره ديالي، ماشي الفكره ديالي ان نقول لك هذا يصرى هذا ما يصراش، لا، انا فكرتي ان اعطيك يعني المعلومات، وانت جمع المعلومات ورتبها وخرج بواحد الخلاصه. يعني المعلومات المتوفره في النادي حاليا ازمه ماليه خانقه، فلوس ما كاش، ازمه يعني لاعبين، الموهبه قليله في برشلونه، يعني بصراحه قليله. شكون هو اللاعب الموهوب في برشلونه؟ واحد ولا اثنين، زوج اللاعبين اللي موهوبين في برشلونه حاليا فقط. ما كاينش واحد الموهبه كبيره. غتقول لي غافي موهوب؟ كافي ماشي موهوب، كافي غلادياتور. بيدري تسميه موهوب، انا اقول بانه بيدري يعني فتى مازال ما وصلش للموهبه الحقيقيه، باقي راه كيتمشى في مراحل الموهبه، بصح الا كمل، لانه شفنا بيدري يعني لاعب يعني ما عندوش واحد النسق تصاعدي، يطلع تراه هذا يطيح ضربه واحده، يعني فشل ذريع. بالنسبه ليامين يامال، البعض يعتبره موهوب جدا، فعلا موهوب، ولكن راك شفتو في ماتشات غيد بز غيد فش غير ون حط راسو غا يخربش كما قالها واحد. يعني هاد المواهب هذه خص، يجب ان يكون هناك شخص يسقل هاد المواهب. فليك عنده هاد الدور هذا في بايرن ميونخ. ما تنساوش بانه فليك يعني خرج واحد المجموعه كبيره من اللاعبين، لاعبين شباب، يعني عنده هاد الدور هذا يسقل المواهب. غير واش هو المواهب الحاليه اللي كاينه في برشلونة؟ يعني مواهب يعني كما كنقول اعطيناها اكثر من حجمها. يعني صعب تتعامل انت دابا مع يامين يامال اللي البعض يشبهه بميسي. يامين يامال هو ميسي، بيدري هو انيستا، يعني الهبال هذا، والله الا الهبال. يعني الدور تاع المدرب دابا باش يهود يامين يامال لحجمه الطبيعي صعب، لانه يامين يامال دابا صافي من فوق ليكيب ناسيونال، واحسن لاعب في الدوري الاسباني، احسن ناشئ، واحسن لاعب في برشلونه، ويشبه. كي غادي دير هذا السيد هذا يعني تردو للحجم الطبيعي ديالو وتخدمو من جديد؟ راه مسألة جد صعبة، راه الناس ما كتشوفش هاد الأمور هذه. بيدري كذلك، بيدري غير النكسات ديالو بوحدو، ها هو بدا كيفقد الثقة ديالو في نفسه. راه خص يرجع له الثقة ديالو في نفسه. فلهذا يعني عندنا واحد العمل جبار في برشلونة. الأمور المالية لا تساعد، الأمور الإدارية لا تساعد، لأنه شوف من أهم عوامل النجاح لأي فريق، اسمعني مزيان وخلينا من ديك العاطفة، وخلينا من ديك الهضرة الخاوية، وخلينا من ديك الكلام الفارغ. خصني وخصني وخصني، كاع حنا باغيين البارسا تكون في الطوب، كاع بغينا البارسا تدي شامبيونز ليغ وتدي، ولكن الواقع مغاير تماما. خليونا من الشعارات، نهضروا في الواقع. أرض الواقع ماذا تقول؟ لا يوجد استقرار
إداري في البارسا، هذه وحدة. لا يوجد استقرار مالي في البارسا، هذه زوج، تغير هذه زوج العوامل هذا والله ما يخليوك تنجح. نعطيك أمثلة أنا في جهة أخرى، شوفوا غير ريال مدريد، غادي تقول لي الريال تاتاتات، واخ حيد علينا هذا الريال سيدي اللي دار المشاكل. شوف غير السيتي، استقرار مالي يعني توب نتاع الاستقرار المالي، استقرار يعني إداري 7 سنين وغوارديولا تما يخدم باش دا شامبيونز ليغ وحده. انت جا البارح فليك باغي دي شامبيونز ليغ وباغي دي سداسيه وباغي لا اله الا الله، انا ما قديت لكمش، انا دروك حصلت غير مع الجماهير ديال برشلونه. يعني بنادم خصو يكبر شويه المخ ديالو ويهضر شويه بموضوعيه. خليونا من الاحلام، الاحلام حتى التالي غادي تحقق الاحلام ولكن بواحد الاراده. دابا حتى الضغوطات اللي كتوقع على الاداره وكتوقع على المدربين وكتوقع على اللاعبين يعني تمثل واحد الهاجس، واحد المساله سلبيه ما غاديش نخرجوا منها. دابا من نعطي مثال، دابا من الريال دات الشامبيونز ليغ ودات البطوله راه دات ثنائيه ياك، الضغط يعني تزاد على برشلونه، واحد كان ضغط نقولوا غير 20% دابا تزاد واحد 200%. البارح من البارح البارح ما بلا البارح، اليوم غدا البارح، المهم مبابي مشى ريال مدريد، ها هو ضغط اخر تزاد من فوق الشامبيونز ليغ من فوق البطوله، تزاد واحد الضغط اخر. غادي يجيك تاني ديفيدز، ضغط اخر. يعني شوف نجاحات ريال مدريد تشكل دائما ضغوطات متزايده على البارسا. كي بغيت انت هذا السيد اللي ما عنده لا اموال، ما كاينه اداره، ما كاين والو، كي بغيتو يتحمل هاد الضغوطات راه الضغط هو اللي يدون الانفجار. شوف واحد البولون شدو بقى كتزير تزير تزير فيه طردو، غادي يطردك. الضغط يولد الانفجار، راه هادشي اللي غادي يوقع في برشلونه. مسائل مضغوطه بحال ديك كوكوت مينوت، ضغط 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 بف، واش غادي تفرقع الور؟ يعني المسائل اللي راه كدور في البارسا راه البعض يجهل هاد الحيتيات، هناك عده مشاكل. ما تجيش انت يا وتقول لي راه خصنا وخصنا وخصنا، وبعد التقارير كتسمع راه غادي يجيبوا ايزاك، غادي يجيبوا برونو فرنانديز، غادي يجيب، هذا راه مجرد كلام صحف. راه ما تقدر تشري حتى شي لاعب الا اذا توفرت لديك الامكانيات. الامكانيات في البارسا منعدمه، واش ياك متفاهمين حنا كاملين بلي الفلوس ما كانش. يدخل لك واحد كيقول لك راه خصنا وخصنا وخصنا، باش واش حنا كنهضروا بالعربيه ولا حنا كنهضروا بشي لغه اخرى، ولا الكلام ديالنا ماشي مفهوم، ولا يعني ديروا لنا تعليقات الى الكلام ديالنا ماشي مفهوم، نعاودوا كلشي من الزيرو ونعاودوا نفهموا من ديبار. يعني هذا يعني يا اخوان سقف الطموحات راني عارف جد عالي، ولكن تنفيذ نتاع هاد المشاريع هادو راه صعب جدا. شوف قلت لك انا غير مشروع نتاع السيتي شحال بالاموال وبالمدربين الكبار ويعني اداره قويه وكاع الناس اللي خدمت في السداسيه نتاع برشلونه مشات خدمت في السيتي، ومع ذلك قبضوا 6 سنين. شوف المشروع نتاع مانشستر يونايتد واش بغى يوقف؟ والله ما يوقف. ملي مشى فورغيسون، ايوا شوف فوقاش مشى فورغيسون. شوف المشروع نتاع ميلان سي واش طلع، راه صعب صعب تبني مشروع. شوف المشروع نتاع الارسنال ملي خرج فينغر، وكان فينغر وما نجحش، مخرج فينغر اللي درب في الارسنال 25 سنه نجح في بطولات كذا، واش دار شي شامبيونز ليغ؟ وفينكير راجل الكل يعرف بانه من يعني اجود المدربين في العالم. راه صعب تبني مشروع رياضي، مشروع رياضي خصو يعني عوامل. اول عامل ماشي المال، ماشي اول عامل هو الاستمراريه. دابا حنا كون ما يجي شي رئيس كيهز داك المشروع يرميه يدير مشروع ديالو، راه هذا هو الاشكال اللي كاين في برشلونه راه منذ القدم ماشي عاد اليوم. البارسا الاشكال الحقيقي ديالها انها تسير بلا مشروع. بصراحة كيكون مشروع ظرفي، مشروع نتا واحد رئيس، كيمشي داك الرئيس كيبدلو كلشي. كانت واحد المسألة ديال لابورتا نهار اللي جاوبنا مشروع من 2003 حتى 2009، استمر شوية فيها روسيل، بمجرد خروج روسيل باريتيمو قلب كلشي، اتجه للنجوم واتجه للأموال واتجه خرج على النادي. فعلا روسيل هو اللي بدا هذا الاتجاه هذا، ولكن باريتيمو هو اللي خرج عليه. علاش ما كتكونش استمرارية؟ نولي ريال مدريد لانه ما عندي ما ندير لك. الواقع ريال مدريد من اجود المؤسسات الرياضيه في العالم، من اقوى المؤسسات. اخوانا شوف نقلوا منهم حنايا، ما عيب نقل منهم، نقلوا منهم حنايا غير المفهوم الرياضي والمفهوم الاداري. شتي لا توصلنا غير نصف العقليه الاداريه اللي كاينه في ريال مدريد سيقوم البارسا، الا وصلنا غير النص اقول لك سينهض البارسا من جديد. حنا درك المفهوم الاداري في البارسا زيرو، لانه مفهوم اولا سياسي بالدرجه الاولى، عاد كيمشيو للدرجه الكرويه كيتبازعوا على المسائل السياسيه. جبت مشروع خصك تقول اقليم كاتالونيا خصو يستقل، خصنا هادي خصنا هنا، منا كيبداو الفرق
كل اخرى كل شيء كتبدا بموضوع كروي، حنا كنبداو بموضوع سياسي. كيف بغيت تنجح يعني صعب صعب. شتي الا ما عندكش مشروع، باش نختصر، اذا لم يوجد هناك مشروع لا يوجد فريق، لا يوجد نجاحات، لا يوجد شيء. بكل صراحه يعني بوان فينال. المشروع شنو خصو؟ المشروع خصو ادوات. من انت غتجي تبني دار، شنو خصك في ديك الدار؟ خصك اموال باش تشري السلعه. السلعه ثاني خصها واحد المعلم، يكون معلم زوين هو اللي غادي يبني لك الدار مزيان. راه دو نفس الشيء، خصنا اموال باش نبنيو فريق، مشروع تاع فريق، وخصنا واحد كما كنقولوا ماسو هو اللي يبني الفريق، الا وهو المدرب، الا وهو يعني المدير الرياضي. راه هذا هما المشاكل. كي يكون ماسو يكون معاه منافر مزيان، يعني استسمح الاخوه يعني اللي خدام في قطاع البناء. انا خدمت فيه، انا خدمت في قطاع البناء، خدمت فيه 10 سنوات، يعني هذا اعطي امثله بهكا. هكذا بدينا صغار وطلعنا. فلهذا الله يخليكم الاخوان، راه الا ما كاينش مشروع لا يوجد شيء. في البارسا ما كاينش مشروع اصلا. الور اول شيء خصنا نقوموا به بناء مشروع. واش البناء تاع المشروع؟ ما غاديش تبني لي مشروع تاع 4 سنين ولا 50، خص يكون بناء مشروع تاع 20 عام 30 عام للفوق. حتى تفوت واحد ليبوك نتاع 30 عام 40 عام وبدل الا بغيت تبدل، ربما تتغير الاحداث ربما. فلهذا راه من هنا خصنا نبداو. جيب مدرب ولا جيب الزعتر ولا جيب اللي بغيت، والله ما تنجح. المدرب بعدا ديجا فليك مين جا طلب شرط اساسي، ما قال لهم لا جيبوا لي لاعبين في الاول ولا شغل، طلب الهدوء. انه الا ما كانش هدوء، شوف اللاعب راه كيلعب مسكين وكيسمع الاداره، في ازمه ماليه، ما عندناش، ما خصناش، ما عندناش باش نجيبو، راه الدراري ما غاديش يتخلصوا، كاين لاعب وعارف راسو بانه العام الجاي ما يتسجلش. كي بغيت هاد السيد يكون ترونكيل؟ كي بغيت يكون ترونكيل؟ لا يمكن. مدربين كذلك، لعاب وكيقول لك انا غادي تجي المشتى واش غادي يشريو لي ولا ماشي، مبرزط. كي دير نتايا تخدم وانت مبرزط، سي اي خدمه نتايا، سير لاي ميدان، روح تخدم ويبرزطك شي واحد، والله ما تخدم. نفس الشيء في كرة القدم، غير كرة القدم كتشوفوا نتوما الكلوب كبير بزاف، ولكن يعني الاساسيات واحده فقط، ما كتبدلش الاساسيات. فلهذا يعني اول شيء خص البرصة تقوم به، الا وهو يديروا واحد المشروع ويديروا لا باز تاع المشروع. ثاني شيء باش تنجح الا وهو الصبر على هذا المشروع. باريز من بنى هذا الفريق هذا باش بناه، من خرج له رونالدو ما مشاش تسرع كي البارسا مشى يشرى نجوم، جلس بقى كيشري لاعبين صغار كيدمجهم مع اللاعبين تاع الخبره. وشحال من مره باريز ما داش، خرج موسم صفري وهانيه كيبريباري واحد الجيل. حنا في البارسا رقع 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 رقع، من كتجي تضرب على راسك ما كتلقى والو. ها هو باريز لقى فريق، وشوف كل مره كيطعموا بواحد جديد، واحد زين، واحد كيشري لك غير صفقه واحده زين. حنا نشريو 60 صفقه، شي هندي شي بنغلاديشي شي ما عرف منين جاي، شي غير تفيش في التفيش، حتى واحد ما كينجح، حتى واحد ما كنحتاجوه، حتى واحد ما... الامثله كثيره في البارسا والله. الاخفاقات يعني الاداريه نتاع البارسا هي سبب كل المشاكل. راه ماشي مشكل مالي، المشكل المالي يخلق مشكل فعلا، ولكن انت الا شريت واحد اللاعب، واخا نشري انا غير بسته ولا سبعه، ويدخل في المنظومه تاع اللعب ديالي، ويدخل في الاستراتيجيه ديالي، ويدخل في الاسلوب ديالي، ينجح. هادشي اللي كانت تخدم به البارسا بكري. البارسا بكري ما كتشري النجوم، كانت تشري واحد اللاعب يخدم لها المنظومه، وكيشريو لاعبين غير صغار كاع ما باينينش كيطردقوا في برشلونه مره طعم بنجم ولا جوج، ماشي مشكل. حنا كنتاجو للسوق النجوم نجوم نجوم، خصو الفلوس خصو الفلوس خصو، كتجي الفرقه ما كايناش. يعني من البارسا تولي، البارسا تولي، لانه البارسا كاين قوي يولي. سوء التسيير وسوء التدبير الحالي في البارسا هو اللي خلق هاد المشاكل كلها. راه والله تبدل النجوم تجيب اللي شفت. ما عندكش مشروع، ما عندكش كور، ما عندكش مشروع، ما عندكش فريق، ما عندكش هدوء، ما كاين والو، ما عندكش استقرار، لا يوجد شيء. باش نكونوا واضحين الاخوان، جيب انت مارادونا كاع خرجوا من قبره وجيب ردوا درك ميسي، راكم شفتوا ميسي شحال لعب معنا. نورمالمون كون كان فريق بحال السيتي ولا الريال ولا كان عنده ميسي كنت داو فضيحه القاء. حنا لا كنديو بطوله كاس، سلك سكوت سلك سكوت سكل، يعني صعب صعب والله الا صعب. الريال بلا رونالدو دات 6 ديال لي شامبيونز ليغ بلا رونالدو، في الوقيته اللي كان فيها رونالدو كان فيها ميسي، دايا فضيحه تاع لي شامبيونز ليغ. برونالدو دات بلا رونالدو تدي، علاش؟ ماشي كيستيون تاع اشخاص ولا اسماء في الفريق، كيستيون دو اسلوب، طريقه، نهج. نتمنى يكون الميساج وصل وشكرا.